معنى أسلوب النهي أنهي الأشخاص عن فعل الشيء ومكوناتي للناهية والفعل المضارع. أنا أسلوب النهي أنهي الأشخاص عن فعل الشيء ومكوناتي للناهية والفعل المضارع. أنا أسلوب النهي أنهي الأشخاص عن فعل الشيء ومكوناتي للناهية والفعل المضارع. أنا أسلوب النهي أنهي الأشخاص عن فعل الشيء وفعل المكون. أسلوب النهي يستخدم لطلب الامتناع، تكوينه للناهية زائد الفعل المضارع. ألف الاثنين مثنى واو الجماعة تجمع. لا تغضب لا تسرع لا تولق المصالح.